موجة احتجاج تطالب بطرد التحالف، فهل يجني نتيجة سياسته الخاطئة في اليمن؟ من استعادة الدولة إلى تفكيك اليمن والسيطرة على موانئه وزرع كيانات منوئة للدولة، كيف سيتعامل مع الواقع الجديد؟ أهلا بكم. امتدت الاحتجاجات ضد التحالف العربي في المناطق الجنوبية لتصل إلى المكلا، وتجاوزت المطالب بطرد السعودية لتصل إلى طرد التواجد الإماراتي. فهل انفرط العقد على أبوظبي؟ أم أن ما يحدث فعلا هو سخط شعبي نتيجة السياسات الخاطئة تجاه اليمن سيادة وحكومة وشعبا؟ التحالف الذي طالت يده من استعادة الدولة إلى التخطيط لانفصال البلاد بل والسيطرة على منافذه وحرمانه من خيراته، كيف سيواجه موجة الغضب المتنامية ضد هذا التحول الذي تمارسه الإمارات والسعودية من عبث في أمن البلاد تحت مظلة التحالف؟ قد ينظر بحرائق تلتهم كل شيء ما لم تتدارك قيادات كل من التحالف والشرعية مغبة ما يحدث من سخط الشارع. وأين ستقف المطالبات التي يقوم بها المحتجون الآن؟ تصاعدت وتيرة الاحتجاجات وأشعلت الحرائق رفضا لتواجد السعودي الإماراتي، وامتدت جغرافيتها لتصل إلى المكلا عاصمة حضرموت. حدث لم يكن متوقعا، المتظاهرون في مدينة المكلا قاموا بتمزيق صور حكام دولة الإمارات وأشعلوا النار فيها، مرددين شعارات تطالب بطرد ورحيل القوات الإماراتية والسعودية من اليمن، ما يعني أن التحالف بات عبئا على البلد المثخن بالحرب. هل لا يزال ثمة شيء اسمه التحالف؟ أم أنه بات مجرد يافطة تتستر خلفها السعودية والإمارات تمارسان باسمها أنشطة غير مشروعة تبدأ بانتهاكات كرامة الإنسان وصولا إلى النفوذ والاستحواذ والسيطرة؟ انفرط عقد التحالف منذ استفردت الإمارات بالمناطق المحررة وبدأت بإقحام حساباتها المرتبكة ضد الهدف الرئيس لفكرة التحالف كما يذهب مراقبون. الخروج عن أهداف التحالف بات يمثل تخليا عن مشروعية التدخل العسكري ذاته، فاستعادة الدولة بمثابة الإطار القانوني والسياسي للعمليات العسكرية، غير أن السلوك الإماراتي والسعودي في المحافظات الجنوبية بات يشكل انتهاكا لهذه المشروعية. التقارير الدولية المتوالية تحدثت بصورة مباشرة عن الدور الإماراتي في المناطق المحررة والقوات التي تعمل لحسابها بالوكالة باعتباره مقوضا للشرعية ويهدد بتلاشي الدولة اليمنية. تعمل السعودية والإمارات على بناء كيانات موازية للدولة شبيهة بأنظمة الحكم في الدولتين، إن على صعيد الجماعات السياسية أو التشكيلات العسكرية أو حتى الدينية. وفي الجانب الأمني كان للإمارات قبضة أمنية متوحشة حيث مارست انتهاكات واسعة ضد اليمنيين تنوعت بين الاغتيالات والقمع والتعذيب في السجون السرية. ما تقوله الشواهد أن التحالف يحصد ثمار ارتباكه على أكثر من صعيد، فعلى الصعيد العسكري استفادت ميليشيا الحوثي من إطالة أمد الصراع في تطوير قدراتها الصاروخية لضرب العمق السعودي، وأعادت ترتيب أوراقها وسابقت الزمن في توطين مشروعها في مناطق سيطرتها وتكوين سور عازل يحجب جرائمها عن العالم. أما على المستوى السياسي فقد أدت إخفاقات التحالف إلى تلاشي الدعم السياسي الدولي، وصار الحديث عن المأساة الإنسانية يطغى على مطالب التحرير وعودة الشرعية، لتتوج كل هذه الإخفاقات أخيرا في اتساع رقعة الغضب الشعبي محليا وتحول المزاج الشعبي اليمني من شكرا سلمان إلى ارحل يا سلمان. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معي الباحث السياسي خالد عقلان وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ خالد. تحية لكم المشاهدين الكرام. أهلا بك. إذن لو بدأنا من تمزيق صور قادة التحالف في المكلا، وأيضا بالأمس هتافات في لحج برع برع يا سلمان وغيرها، كيف تتابع كل هذا الغليان الشعبي أستاذ خالد؟ في البداية يعني نستطيع أن نستخلص من خلال مرور 3 سنوات وانقضائها في هذه الحرب العدمية التي لم تحقق الأهداف المعلنة، بل هناك انقلابا مكشوفا وواضحا على الأهداف المعلنة، نستطيع أن يعني نجزم أن السعودية في اليمن والإمارات هذا التحالف الثنائي الذي يلبس يافطة التحالف العربي وأصبح مفرغا تماما من الأهداف المعلنة التي من خلالها كان هناك تدخلا عسكريا في 26 مارس 2015،
حينها لجأ اليمنيون بعد أن أسقطت صنعاء وأسقطت العملية السياسية. وللأسف الشديد أن إسقاط العملية السياسية في ذلك الحين كان بضوء أخضر من السعودية. هذا هنا الـ هنا الـ هنا الـ يعني الـ المتناقضات الغريبة في العدمية وغياب الرؤية للسعودية. الآن تتحول عبارات الشكر التي انطلقت في 2015 شكرا سلمان إلى لعنات، وإلى يعني في الحقيقة إلى منادى برحيله واتهام، وأصبحت التدخل العربي عبئا ثقيلا على اليمن، ويعني في الحقيقة أصبحت يعني الخيانة، يعني ما تعرض له الشعب اليمني تعرض لخيانة كبيرة. ولو يعني أتينا إلى تداعيات الخطيرة لمثل هذه العمليات أو مثل هذه التحركات التي هي في الحقيقة فاجأت الجميع، لكنها هي طبيعية في سياقها الطبيعي. يعني 4 سنوات من الحرب، ليس هناك أفق، ليس هناك أمل في استعادة الدولة. لو أتينا إلى مسألة استعادة الدولة أو استعادة الشرعية أو الحفاظ على أو حماية المدنيين، هذه الأهداف الأكثر مشروعية والتي أعلنت من خلال التحالف العربي، إلى الآن لم يسمح لانعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة، يعني لم يسمح بعودة مؤسسات الدولة. عبد الرب منصور هادي يعني 3 سنوات إقامة جبرية ثم أعيد إلى عدن من أجل تمرير وشرعنة الوجود السعودي والالتواء على مطالب المحتجين أبناء المهرة الذين أرادوا تسليم الميناء والمطار للسلطات المحلية، ورفضوا الوجود العسكري السعودي الغير مبرر في منطقة ليس فيها أي مواجهات. فأعيد هادي الذي هو أصلا تحت الإقامة الجبرية، وهو أحد مخرجات المبادرة الخليجية، وأتي بهذا الرجل الذي في الحقيقة لم يكن الشخص المناسب في هذه المرحلة الفارقة من حياة الشعب اليمني. فعلي صالح اختاره نائبا له لأنه يدرك أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون له أي دور تاريخي أو يعني شخصية ضعيفة، أتي بها لتمرير مشروع الآن المنطقة ستؤتي، يعني المنطقة ستدفع ثمن وكلفة كبيرة جدا من أمنها القومي نتيجة لهذا التخبط وغياب الرؤية. يعني غياب الرؤية الذي للسعودية في 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 العراق أدى إلى سقوط العراق بيد إيران، وسعود الفيصل كان له كلمة واضحة للأمريكان حينما قال لهم سلمتم العراق لإيران بطبق من ذهب. لم تسقط العراق إلا بتآمر سعودي وتآمر خليجي بامتياز. لبنان وفضيحة لبنان حينما أتي بالحريري إلى استدعي إلى الرياض وأجبر على الاستقالة بدون أفق ودون أي رؤية، ثم بعد ذلك بعد أن تدخلت فرنسا وتفاخر حينها الرئيس الفرنسي بأن من أهم إنجازاته الدبلوماسية الخارجية أنه استطاع تحرير الحريري من يعني من الاعتقال في السعودية. هذا يدل على أننا أمام مشهد فوضوي. السعودية الآن تكمل في الجنوب حلقة النار عليها، ويدل على أن هناك حالة من العدمية وحالة من الفوضى في القرار السعودي، أو يبدو أن هناك لم يعد هناك قرارا سعوديا، يبدو أنه تم اختطاف القرار السعودي، وهناك عبثية أبو ظبي التي ستودي بالسعودية إلى الهاوية في اليمن وفي غيرها. وملفات المنطقة المتشابكة توحي بأن السعودية تمضي في طريق عدمي وطريق غير معلوم العواقب. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أحد المتظاهرين أو المشاركين في احتجاجات المكلا، إبراهيم الجفري. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور، أهلا ومرحبا. أهلا بك. إذا سيد إبراهيم، ضعنا في صورة الاحتجاجات التي حدثت اليوم في المكلا. نعم، حدث اليوم هو انتفاضة شعب رهب والتعب وضاق عليها القناة من سبل العيش الكريم والحرية والسيادة، والثلاثة هي عام التالي قرية أبناء المكلا، تغيرهم من أبناء الجنوب طالبين بأبسط حقوقهم وبطريقة سلمية لوقف العبث انهيار العملة، معبرين عن فقدهم بعبارات كتبت على الجدران مطالبة التحالف بالكف عن تدخل الشؤون الداخلية وانتهاك السيادة والسيطرة على المواني والمطارات. هذا الأمر أدى إلى ازدعاج الحاكم الإماراتي الذي أدى إلى خروج ميليشياتهم هذا اليوم بجمع المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، مما أدى إلى إصابة العديد من الشهداء. نعم، إذا ما هي مطالب المتظاهرين؟ بما كانوا يطالبون؟ المتظاهرين يطالبون بالانهيار الاقتصادي، بالحياة الكريمة، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، انتهاك السيادة، السيطرة على المطارات، على المواني،
كل نعم. هذه الأمور تراكمت مع انهيار العملة أدى إلى قروش الشعب. نعم. إذن يعني هل نعم. انتهت الاحتجاجات أم أنها ستستمر؟ يعني هل هناك تخطيط بأنها ستستمر؟ لا. ما زالت الاحتجاجات متواصلة إلى قبل حوالي ساعتين من الآن. قاموا على ذلك المتظاهرين قاموا بتمزيق صور دار الإمارات والدوس على أعلامهم وحرقها. عصر اليوم أيضا خرج المتظاهرون الغاضبون بمسيرة حاشدة جابت شوارع المقلم مرددين الهتافات. نعم، لم يتم اعتراضكم من قبل أي سلطة أستاذ إبراهيم؟ هناك بعض الميليشيات التي خرجت في الصباح هذه التابعة للإمارات هي من تسبب في اطلاق النار، واما بالنسبه للامن العام ما اعتقد انه شيء حصل بينهم يعني. نعم، هل حصلتم اذا على اي وعود من قبل السلطه المحليه، اي تطمينات، ام ان الامر متروك لم يتواصل معكم احد؟ هو السلطه المحليه الامر ليس بيدها عزيزي، لان الامر كله متعلق بالحاكم الاماراتي الذي هيمن ويسيطر على كل الاوامر والنفوذ في البلاد. نعم، هل تتوقع لو استمرت الاحتجاجات هل ستنسحب الإمارات فعلا وتعيد البلاد لأهلها؟ نتمنى ذلك، ما زالت الاحتجاجات مستمرة وما زال المتظاهرون مستمرون وسنواصل إن شاء الله إلى أن تتحقق كل مطالب الشعب. نعم، هناك من يقول يعني أن لم يكن هناك ضغوط حقيقية على الشعب ولكن دفعتم دفعا من قبل بعض من يريد إسقاط الحكومة، هل هذا الأمر يعني منطقي أم فعلا هي حاجة الناس من خرجت بكم إلى الشوارع؟ لا، الناس خرجت عفوية من دون أي تدخلات، الناس خرجت بسبب الضغوط بسبب الـ 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 نعم أستاذ إبراهيم ما زلت معي؟ نعم أسمعك. نعم، إذن نسأل الله لكم السلامة وأن يتدارك المسؤولون هذا الأمر. شكرا جزيلا لك إبراهيم الجفري أحد المشاركين في احتجاجات المكلة. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني هل تعتقد بأن التحالف بدأ بدفع ثمن أخطائه التي ارتكبها في المناطق المحررة؟ وفي الحقيقة يعني الأخطاء تراكمت. نعم. وأشار المتداخل من أبناء المكلة على أن هناك تراكمات كثيرة وهناك احتقان شديد، هذا الاحتقان الشديد هو نتيجة أصلا للانقلاب التحالف وخيانته وغدره باليمنيين وغدره بالشرعية. يعني الدولة التي أسقطت في 21 مارس في 21 سبتمبر بضوء أخضر خليجي سعودي إماراتي يعني سيكون لها تداعيات خطيرة جدا على المستوى الداخلي اليمني وعلى المستوى الإقليمي بشكل عام. يعني أنا لا أعتقد أن التحالف سيقوم بمراجعة حساباته لأنه أصلا ليس لديه حسابات وليس هناك رؤية استراتيجية. أنا أذكر أن أحد رؤساء مراكز الأبحاث في السعودية يتكلم على أن السياسيين والاستراتيجيين يعني أن الحرب بنظر السياسيين يعني على خلاف ما يراه الاستراتيجيين. هو يقول أنه لو حسمنا الحرب في اليمن في الأشهر الأولى فإنها لن تكون في صالح الاستراتيجية التي نريدها. ويعني هنا يضع علامات استفهام كثيرة على أن هناك استراتيجية معينة للسعودية في اليمن هي استهداف اليمن، واستهداف اليمن استهداف سيادة اليمن، لكن يعني استهداف الجغرافية اليمنية، أرض اليمن، الإنسان. كيف يمكن ذلك أستاذ خالد إذا كانت أيضا السعودية تدفع ثمنا غير هينا بوجودها وبهذه الحرب؟ هي يعني نعلم مدى الخسارة الفادحة التي تمنى بها. هو للأسف شديد السعودية تريد تحقيق معادلة مستحيلة، تريد أن تنتصر على ميليشيا الحوثي وتؤمن نفسها من الخطر الحوثي وتريد أن تسحق الديمقراطية في اليمن. هذا لا يمكن، مستحيل، يستحيل أن تحقق هذه السعودية هذه المعادلة المستحيلة والصعبة. يعني يتم استهداف كل الحوامل الوطنية سواء الجيش الوطني أو المكونات السياسية التي في الحقيقة تحالفت مع التحالف العربي من أجل استعادة الدولة، يتم استهدافها بشكل مباشر وبشكل واضح. لو أتينا إلى أحد أهم أعمدة الدولة وهو الجيش الوطني، استهدف الجيش الوطني في أكثر من 40 ضربة وصنفت هذه الضربات على أنها ضربات خاطئة. كانت أول ضربة قاسمة
استهدفت الجيش الوطني كانت في السنة الأولى في 2015 حينما في العبر، وقضى أكثر من 100 على رأسهم العميد الأبارة رحمة الله عليه، وأكثر من 100 من أبناء الجيش الوطني. والشدادي تم تصفيته لأنه تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بمسألة تجاوز الخطوط الحمراء في التقدم نحو صنعاء. يعني نحن يعني ندرك تماما أن التحالف العربي أصبح مكشوفا أكثر من أي وقت مضى، ويبدو أن رئيس مجلس الوزراء وضع النقاط على الحروف بأن التحالف لا يريد أصلا الحسم. يعني التحالف حسب كما صرح عبد العزيز قباري وقدم استقالته على أثر ذلك بأنه لا يريد أن يكون في يعني أن يبقى في هذه الوضعية، لأن التاريخ سيسجل من كانوا شركاء للتحالف الذي أصبح عدواناً حقيقياً على اليمن، من سيكون معه إلى النهاية. هؤلاء سيدخلون التاريخ وسيكون يعني وسيلعنهم التاريخ. عبد العزيز قباري يقول بكل وضوح أن التحالف لا يريد الحسم. إذن هناك أجندة أخرى يتم الشرعية التي أتى التحالف لاستعادتها. ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذ لاستعادة الشرعية؟ كل ما يمارس على الأرض هو نسف للشرعية، ليس نسف فقط للشرعية فقط بل للمجتمع وتفكيك المجتمع والدولة. يتم إحلال ميليشيات محل الجيش الوطني، والجيش الوطني يتم ضربه. أحيانا يتم ضرب الجيش الوطني يعني ليس فقط يعني اكتفت الإمارات والسعودية بدعم ميليشيات هي ميليشيات مناطقية وسحبت البساط من تحت يد الشرعية، بل إذا كان هناك تقدماً من الجيش الوطني باتجاه صنعاء يتم ضرب هذا الجيش ومنعهم من التقدم إلى صنعاء. ثم بعد ذلك يصرح محمد بن سلمان ويقول نحن إذا أردنا أن يعني أن نحسم سنحسمها في ساعات أو في أيام أو في أسابيع. هم لا يريدون حقيقة الحسم، هم لا يريدون لليمن أن يعود يمناً قوياً، لكن في الحقيقة سقوطهم وهزيمتهم في اليمن هو سقوط وهزيمة استراتيجية كبرى. إيران ستتمكن من المنطقة وسيكون ذراعها الأقوى في اليمن، لأن السعودية للأسف الشديد خلقت حالة من الاحتقان الكبير. يعني لا يوجد الآن يعني نسبة التعاطف التي كانت أو نسبة التأييد للعملية العسكرية والتدخل العسكري في اليمن في 2015 كانت كبيرة تفوق 80%. الآن هناك حالة إحباط شديد جدا. نعم، خاصة أن هناك من يقول أن كل ما حدث هو نتيجة لانحراف طبيعة أهداف التحالف عن مسارها. يعني إلى الآن لم يتم الآن دعوة البرلمان، مع أنه يمكن دعوة البرلمان وينعقد في عدن. لماذا لم يتم؟ لأن البرلمان هو يمثل أحد أهم روافد ومؤسسات الدولة. هم لا يؤمنون أصلا بالديمقراطية ولا يؤمنون بالتعددية السياسية، ويستحيل أن يأتي هؤلاء ليستعيدوا الدولة في اليمن ويستعيدوا التعددية السياسية ويستعيدوا الديمقراطية. فبالتالي أنا أعتقد أن السعودية ستدفع ثمنا باهظا من أمنها القومي والأمن الاستراتيجي. وهنا يعني في الحقيقة قمة الغباء أن تكون شريكا لعدوك وفي في 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 تدمير أمنك القومي وتدمير الأمن الاستراتيجي. يعني في الحقيقة ما تمارسه السعودية الآن أصبح مهدد للأمن القومي العربي بامتياز. يعني ما حصل في مصر من تفويت فرصة الديمقراطية على الشعب المصري ودعم السيسي بملايين الدولار بمليارات الدولارات، هذا يمثل أحد أهم يعني الضربات الموجعة للشعب العربي المصري الذي فوت على الشعب المصري تحت يافطة مكافحة الإسلام السياسي أو الإخوان أو غير ذلك. تم ضرب يعني فرصة الشعب المصري في الديمقراطية، تم القضاء أو تم تدمير الشعب العراقي تماما، وأصبحت يعني العراق كنتونات طائفية. وبالأمس فشل البرلمان العراقي في الانعقاد وترشيح وانتخاب رئيسا له. يعني وندرك كيف أصبح مصير لبنان وحزب الله متحكم في لبنان والوضع السوري. يعني هل تريد السعودية أن تسلم اليمن كذلك لإيران؟ يعني أنا أعتقد أن الحالة العدمية لصانع القرار السعودي، إن كان هناك صانع قرار سعودي حقيقة أو أن في الحقيقة لم يعد هناك صانع قرار في السعودية وتم اختطاف القرار السعودي في أبوظبي، و
الإشكالية الأعمق في المجتمع السعودي أن خلق تناقضات وخلق يعني المحاكمات الأخيرة التي تم محاكمة أحد النساء من التيار الليبرالي ومطالبات أو المطالبات للحكم عليها بالإعدام، وبالأمس المطالبة بإعدام سلمان العودة وقبلها إعدام نمر النمر الذي يمثل الطائفة يعني الطائفة الشيعية، وهي طائفة معتبرة وموجودة ولها وجود في السعودية. وبالتالي نحن أمام نظام عدمي يخلق عداوات مع كل شرائح المجتمع، فلا ينتظر منه خيرا أبدا إذا كانوا سبب في قتل. هل تعتقد إذن أستاذ خالد يعني بعد كل هذه الأخطاء التي حدثت ربما نحن نتحدث عنها منذ البداية، هل يمكن أن التحالف يمكن أن يراجع حساباته فيما يصنعه في اليمن ويعلم أن الشعب يعني صحى لكل هذه الأخطاء التي تمارس وكل هذا التكبيل للحكومة وعدم تمكينها من ممارسة دورها ولو دور جزئي؟ يعني إذا كانت صواريخ الحوثي وصلت إلى الرياض ولم يقم هؤلاء بإعادة ترتيب أوراقهم، وأن الديمقراطية في اليمن ليست خصما لهم، وأن الخصم الاستراتيجي لهم وأن المهدد الاستراتيجي لهم هي ميليشيات الحوثي، إذا كانوا يدركون أن إذا كانوا يستشعرون حقيقة أن الحوثي يمثل خطرا عليهم. لكن نحن في الحقيقة أمام مسلسل من التآمر على الـ على الـ يعني على على اليمن بشكل كبير، ابتداء بدعم نظام أفرغ الجمهورية من محتواها وأوجد نظاما عائليا أدى إلى اندلاع ثورة يعني ثورة فبراير في 2011 للمطالبة بتصحيح النظام. تم احتواء التغيير في اليمن ومطالبة التغيير في اليمن عبر المبادرة الخليجية، وأفرغ مشروع التغيير في اليمن من محتوى، وتم بعد ذلك يعني بعد أن سلم الحكم عبر المبادرة الخليجية إلى عبد ربه منصور هادي تم إضعاف الحكومة التي انبثقت عن المبادرة الخارجية. هنا قمة يعني التخبط أن يكون لديك مشروع حل في اليمن ثم تتأمر على مشروع الحل. تم إضعاف الحكومة الشرعية ثم بعد ذلك الحكومة التي التوافقية حكومة باسندوة، وتم إضعافها بشكل كبير، وبضوء أخضر تم يعني الإشارة للحوثيين مع علي عبد الله صالح بالانقلاب، وتم اقتحام صنعاء في 21 سبتمبر 2014 بضوء أخضر سعودي بامتياز يعني. ثم بعد ذلك أتى التدخل الفج التدخل العسكري بحجة استعادة الشرعية. تمام، يعني استعادة الشرعية بعد كل هذه الخطوات، هل يمكن أن يتم استعادة الشرعية التي أنتم أصلا تآمرتم عليها وأنتم أسقطتموها وأعطيتم ضوء أخضر للحوثي للانقلاب على العملية السياسية؟ التدخل الذي بدأ في 26 مارس إلى هذه اللحظة لم يأتي ثماره. المناطق التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي في الجنوب تم استبدالها بميليشيات أخرى، ميليشيات ذات بعدا مناطقيا وبعضها ذات يعني خلفية سلفية تكفيرية أقرب إلى التطرف والتشدد. فبالتالي وكذلك المناطق التي لم تصل إليها ميليشيات الحوثي يعني تم يعني زرع ميليشيات أخرى كما يحصل في تعز التي هي ميليشيات أبو العباس التي تحظى بدعم إماراتي كبير جدا، وهذا يعطي مؤشر واضح على أن التحالف ليس لديه أبدا نية للإيفاء بالتزاماته، وهذا يعد يعني من ناحية دستورية ومن ناحية قانونية يعد يعني جريمة في حق الشعب اليمني أنه تم الالتفاف على مطالب الشعب اليمني في التغيير والتآمر عليه عبر الانقلاب الذي دعم أصلا في 21 مارس في 21 سبتمبر عبر ميليشيات الحوثي، ثم بعد ذلك التدخل العسكري لاستعادة الشرعية. ولم تستعد الشرعية، إنما كان المستهدف في الحقيقة هو الشعب اليمني، المستهدف هي الديمقراطية، المستهدف هو التغيير. فبالتالي أنا أعتقد أن السعودية والإمارات ستدفع ثمنا باهظا جراء هذه العبثية. الشعب اليمني ليس يعني يعني لو أتينا إلى الخارطة السكانية للإمارات، الإماراتيون أقلية في الإمارات حوالي 18% الإماراتيون، والشعب اليمني يعتبر نصف سكان الجزيرة العربية. هذا الكم الهائل المخزون الكبير السكاني كان المفترض أن يكون هناك يعني كما يقول الدكتور النفسي أن يكون هناك يعني دمج للشعب اليمني في المنظومة التعاون مجلس التعاون الخليجي لإيجاد يعني الحفاظ على الأمن القومي الخليجي من أي مهددات أخرى سواء كان المهدد الإيراني أو غيرها. لكن للأسف الشديد يبدو أن الأنظمة العائلية التي يعني أفرغت تماما من الرؤية لا ترى إلا
إلى أبعد من قدميها. فبالتالي هذه الأنظمة العائلية التي هي أصلاً كافرة بالديمقراطية وبحقوق الإنسان وبمشروع فكرة الدولة وبفكرة الديمقراطية لا يمكن أبداً أن يقبلوا يعني جاراً في اليمن يعني فيه تعددية سياسية وديمقراطية وتداول سلمي للسلطة. فما يحصل في الحقيقة هو انكشاف واضح وخيانة كبرى للشرعية وتصفية للشرعية. هذه تصفية الشرعية في اليمن سيكون وضعها وضعا كارثيا، سيمكنون ميليشيات الحوثي ليكون لديه شرعية. الحوثي يكتسب الشرعية من أخطاء التحالف حينما يتصدر الحوثي يعني كمناوع لما يسمى بالعدوان. الآن أصبحت الناس في اليمن تتطبع مع مصطلح العدوان. نعم. يعني أصبح هناك العدوان السعودي الإماراتي. نعم. يشعرون بأن هناك لم يأتي لهم بخير. فبالتالي الأخطاء الجسيمة للتحالف العربي هي تصنع للحوثي مشروعية وشرعية والتفاف. أغلب من قد يقاتلون مع الحوثي أو سيلتفون مع الحوثي وليس حبا في الحوثي إنما كرها في التحالف ويعني كردة فعل للأخطاء الفادحة التي ارتكبها التحالف في اليمن. نعم، اسمح لنا أستاذ خالد أن ينضم معنا السيد إبراهيم القعطبي الناشط السياسي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. يا مساء النور لك ولضيوفك الكرام. أهلا بك أستاذ إبراهيم. كيف تتابع غليان الشارع في الأراضي الجنوبية وتمزيق صور محمد بن زايد وهتافات برا برا يا سلمان وغيرها؟ أنا في اعتقادي هذا جزء من السخط الشعبي الذي الآن بدأ ينعكس على أرض الواقع منذ أن دخل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بدعوة استعادة الشرعية ومساعدة الشعب اليمني، و أتحولوا إلى منتدبين على الشعب اليمني يزرعون الميليشيات ويقوضون الشرعية ويحتلون موانئ اليمن وجزره وأراضيه ومصادر قراره السياسي. وليس يعني مخرجة الحوثيين يعملون ما هو الأسوأ من خلال الشرعية، من خلال يعني توظيف الشرعية لأهداف يعني كما تعرفين أهداف نفس الأهداف التي يعني من خلالها يقوم الحوثي بالسيطرة على شمال اليمن. نعم، إذا هل تعتقد هناك يعني من يقول بأن الانتقالي قد يكون هو المسؤول عن هذه الاحتجاجات ويتخذها فرصة للضغط على الحكومة؟ لا بالعكس، من أوجد الانتقالي ومن أوجد الميليشيات التي تدعم الانتقالي هي الإمارات والسعودية. يعني هم بالصدق هم من يقومون بزيارة المكوكية إلى الإمارات والسعودية، من يمولونهم على ويقومون بكل شيء وجها لوجه. إذن كيف تتوقع أن تتطور الأمور في الأيام القادمة؟ أنا في اعتقادي مهما حاول يعني من خلال المرتزقة والميليشيات أن يتحكموا على الشعب اليمني، إنه في يعني نهاية اليوم على التحالف العربي الإماراتي السعودي أن يخرج من اليمن، وهذا أعتقد هو مصيره سواء كان في سأل هذا العام أو العام القادم. نعم، إذن هل هناك برأيك تباين بين مشاريع السعودية والإمارات في الجنوب؟ من يقول أن هناك تباين هذا خطأ. هم يتقمصون الأدوار وكل واحد يقوم بالمهمة المناطة إليه، ولكنهم ملفهم واحد وبرنامجهم واحد وهدفهم واحد، وإنما يتلاعبون الأدوار، لأن الأرضية اليمنية أرضية حساسة بالنسبة لهم. السعوديين لا يودون الاحتكاك بشكل مباشر مع اليمنيين، كون لهم حدود مباشرة، فلذلك يوعدون ويعطون كل تلك الأعمال الهمجية والعشوائية إلى الإمارات كونها بعيدة عن الجغرافية اليمنية وكونها أهداف مختلفة عن السعودية، ولكن الهدف هو التنسيق واحد بين المملكة العربية السعودية والإمارات. نعم، إذا شكرا جزيلا لك إبراهيم القعطبي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ خالد. أستاذ خالد، يعني في إطار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي، تدهور أيضا الريال كان هو تعزيز تصدير النفط والغاز. اليوم مثلا نشهد حريقا في بلحاف في شبوة، وهي منشأة نفطية سيادية تسيطر عليها الإمارات للأسف. كيف تقرأ الحدث؟ يعني حينما تأتي يستنقد الرئيس عبد الرب منصور هادي بأشقائه من أجل استعادة الشرعية وحماية المدنيين
واستعادة الدولة، ثم بعد ذلك يتحول التحالف الذي أتى أصلاً لإنقاذ الشرعية واستعادة الدولة ودحر الانقلاب الميليشيوي الذي يمثل أصلاً خطراً استراتيجياً ووجودياً للسعودية، أن يتحول بعد ذلك إلى أداة من أدوات التدمير، فيسيطر على المطارات والموانئ ويعطل حركة التجارة ويعطل كذلك تصدير النفط. لا شك أن هذا الأمر يمثل عدواناً حقيقياً على السيادة الوطنية وانتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي ولما تم الالتزام به فيما يتعلق بالتدخل في اليمن باستعادة الدولة. أنا أعتقد أن الحكومة ليس لديها أصلاً، هي حكومة ليست موجودة في اليمن، يعني الرئيس في أمريكا والحكومة في الرياض، ولا يوجد أحد. الذي يتحكم الآن في الشارع في المشهد اليمني هي ميليشيات ومرتزقة الإمارات يتحكمون على الأرض، ولم يعد هناك وجوداً حقيقياً أو حتى رمزياً وشكلياً الآن للسلطة الشرعية في اليمن. نعم، تم إفراغ الشرعية من محتواها، ولا يوجد الآن ميزانية معلنة بشكل واضح، لا ندري أين الإيرادات والمصروفات، يعني ليس هناك رؤية واضحة لمعالجة هذا الوضع الكارثي، لأن السلطة ليس لديها أصلاً الأدوات السحرية لمعالجة هذا الوضع، لأنها لا تسيطر أصلاً على شيء وليس بيدها شيء، ففاقد الشيء لا يعطيه. إذن السؤال أستاذ خالد، كيف تقبل الإمارات التي ما زالت تسيطر هي على الوضع بوجود هذه الاحتجاجات؟ يعني الأمر يعني هناك بعض المناوشات، ولكن يعني نجد أنها تتابع الحدث. هل تتوقع أن يعني أن يكون لها تصرف آخر فيما بعد، أم يعني أنه سيستوعب درس عدم رغبة الشارع اليمني بوجودها فعلا؟ طبعا هذه الاحتجاجات ليست الأولى. لو عدنا إلى 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 شهر مايو مثلا، شباب عدن وليد الإدريسي الذي هو أحد قيادة المقاومة وهو من ضمن المكونات التي كانت مدعومة من الإمارات، أخو الشهيد وليد الإدريسي الذي لديه أحمد الإدريسي، أخو الشهيد أحمد الإدريسي، مع مجموعة من الشباب كتبوا عبارات يرحل الاحتلال الإماراتي في شهر مايو، وتم القبض عليهم بعد أن يعني أتت الميليشيات ليلا و اقتحمت بيوتهم وتم القبض عليهم، ولأنهم يمثلوا يعني قوة على الأرض تم إخراج اعتذار عبر وليد الإدريسي بأنه أخطأ في حق الإمارات وغير ذلك، فبالتالي هناك غليان، يعني هناك شعور بس. نعم، لكن هنا السابق هنا لم يكن يتاح لأي أحد بالتنفس ولا بالرفض ولا بالخروج، كيف سمح لهم هذه الفترة؟ يعني حينما يشعر الناس أنه لا توجد خدمات، لا توجد كهرباء، لا يوجد مرتبات الموظفين، لا توجد أدنى وأبسط الخدمات، حينما يشعر الناس بالخوف والاغتيالات في عدن، يعني لا يمر أسبوع إلا وحالة اغتيال أو اختطاف أو اغتصاب، حينما يسمع الناس عن الوضع الكارثي في السجون السرية التي تتجاوز حوالي 10 سجون سرية، هذه التي فيها انتهاكات جسيمة، لا شك أن الألم قد بلغ مدى، ولا توجد بيت في الجنوب إلا وقد دخله الألم، سواء كان هناك بيت فيه شهيد أو معتقل أو مخفي، فبالتالي الألم قد بلغ مدى، كذلك حالة البطالة وحالة الإحباط، فكما يقال الجوع كافر، لن يعني يستحيل أن يتحكموا بالشارع، أو أن هذا الشارع يعني يمكن أن يحرك بالريموت كنترول، يعني حينما تخرج مسيرات وتقول برع برع يا سلمان يا عامل الأمريكان، هذا مؤشر بالفعل على أنه الناس قد بلغت يعني حالة من الإحباط واليأس يعني حالة من فقد الثقة. فأنا أعتقد أنه الإمارات بعد هذه المرحلة الكبيرة التي أصلا يعني اليمني بطبيعته لا يمكن أبدا أن يفرط بسيادته أبدا، يمكن أن يكون أن يناور، يمكن أن يعني، لكن لا يستحيل أن يفرط بسيادته وكرامته. نعم، وما يحصل هي حركة. اسمح لنا أستاذ خالد، نعم، أن ينضم معنا أيضا اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض. مساء الخير سيادة اللواء.
اهلا وسهلا فيك وحياك الله والضيف والاخوان اهلا الحضور. سيادة اللواء، غليان شعبي في اكثر من محافظة جنوبية وهتافات تطالب بخروج التحالف من اليمن وتمزيق لاعلام الامارات والسعودية وصور القادة، كيف تتابع كل ذلك؟ الموضوع الغليان وموضوع خلينا نقول المظاهرات والاحتجاجات والامور هذه، انا اعتقد انه هذه يعني ليست مربوطة بشكل مباشر للأوضاع الداخلية والعسكرية والسياسية في اليمن. فأنا برأيي الشخصي أن هنالك احتقان، أكيد في احتقان من قبل بعض الجماعات من المواطنين اليمنيين، من قبل من هو ساكن في المناطق الجنوبية، لسوء أداء بعض الجهات الحكومية. وأنا ما يعني أنا لا أتهمه هنا بألا يجب أتحدث، لأن النظام في دستور في اليمن والمظاهرات والاحتجاجات مسموح بها، فهذا من حق الشعب ومن حقه أن يظهر مدى يعني رغبة العيش بحياة كريمة. الدعم اللامحدود اللي قدمته المملكة العربية السعودية ودول التحالف والإمارات خاصة في المناطق الجنوبية سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا، أعتقد لا يذهب هباء منثورا. لكن يعني ربما كان مدام آسيا الله يخليك تفضل سمعتي ضيفك تفضل خذ وقتك بريحية ولا قاطعك تمعلش اعطيك فرصة عشان اقدر اجاوب. فاذا كان هذه الاحتجاجات ضد التحالف فهذا موضوع يعني انا اعتقد بانه احتجاج يعتبر في وجهة نظري ضد التحالف ان هذا احتجاج يعني خطأ بجملة وتفصيلة. التحالف أتى بقرار أممي لدعم الشرعية، لم يأتي باحتلال وطرد حكومة شرعية ويطبق على اليمن المفاهيم خلينا الأممية والمواثيق الأممية فيما يخص أن هنالك محتل. يجب أن نفرق بين هذا الأمرين. احتجاج من قبل الأخوان في اليمن بأن والله التحالف ضاع علينا الكثير من الفرص كما ذكر تقريركم، وأنا أختلف مع تقريركم يا مدام جملة وتفصيلا، أختلف مع الضيف خالد مع احترامي له وتقديري لقناتكم، أختلف مع حلقتكم هذه الليلة. وأنا أقول يعني في مجمل الكلام خرجتوا أنتوا عن الموضوع الأساس اللي هو الموضوع خلينا نقول الإقليمي أو خلينا نقول الخليجي اليمني فيما يخص المشاكل الداخلية في اليمن، وسمحت للضيف الكريم بأن يتحدث عن علاقات المملكة فيما يخص الدول الأخرى. يعني تطرق الضيف الكريم إلى أن المملكة لها يعني آثار سلبية مع العراق، لها آثار سلبية مع سوريا. هنا أنا أقول أستاذ خالد يعني هذه قراءة مع احترامي لك وتقديري لك وأنا سعيد أكون مع حضرتك، هذه قراءة غير صحيحة ومردود على كلام حضرتك فيه. المملكة العربية السعودية يعني بعد سقوط بغداد 2003 أصبحت هي الدولة الأولى لمواجهة التمدد الإيراني، وعملت المملكة العربية السعودية على احتواء خلينا نقول المشاكل في المنطقة وحاولت، ولكن كان هنالك انفلات وتمدد لإيران في المنطقة. وللأسف إذا أنك تتكلم استراتيجي برا الصراع الداخلي اليمني، عندما أتى أوباما وأطلق يد الأمريكان وانتهى العراق ووصلت إلى سوريا ووصلت إلى لبنان وإلى اليمن، فخلي قراءتك يعني واقعية وخلي قراءتك حقيقية. وأنا نعم إذا هذا رأيك أستاذ هناك أخطاء. معليش يا مدام الله يخليك معليش لأنه هذا موضوع مهم، يعني موضوع اليمن أهم بالنسبة لي بالنسبة لأستاذ خالد بالنسبة لحضرتك بالنسبة للمشاهدين الكرام، ولكن عندما يتكلم على بلدي ويقول هي السبب في كذا كذا كذا، أنا أقول أستاذ خالد لا والله راجع معلوماتك، انظر ماذا حدث للعراق بعدما تدخل في إيران أمس. أنت وأنا أؤكد وأكرر على ما ذكرت حضرت فيما يخص اختيار البرلمان العراقي واختيار الحكومة. نعم سيادة اللواء تمام رددت عليه في هذه النقاط، لكن اسمح لي أنا أود أنا لا لا أكمل كلامي لأنك أنت أعطيتيه فرصة يتكلم، فخليني أتكلم لأنه إحنا نتكلم على تمدد إيراني أوصل اليمن إلى هذه الحالة. عندما خسر التحالف أبناء وخسرنا من اقتصاداتنا وهو حق وواجب علينا للدفاع عن اليمن أشقة وجيران. إذن دعنا نعود لصلب موضوعنا يعني وهو اليمن، يعني ردت عليه فيما يخص العراق وسوريا. أستاذ خالد فرصة
أعطيتك الفرصة، أعطيتك الفرصة. نعم ولكن أنا جاي أوضح لك يعني النقطة، لكن تقاطعيني يا مدام آسيا. خلينا بس نتكلم على موضوع اليمن. اليمن لم يصل إلى هذه الحالة إلا بعد أن تمددت إيران ودعمت ميليشيات في العراق وسوريا ولبنان إلى أن وصلت إلى اليمن، فأصبح اليمن في فوضى الآن. تقولين لي ما في أخطاء؟ لكن اسمح لي سيادة اللواء، يعني أنت تفضلت بالقول أن الاحتجاجات التي خرجت بسبب سوء إدارة الحكومة وإلى ذلك، ولكن ربما استمعت أيضا إلى فيديوهات وهي تعلن يعني عدم رغبتها بوجود التحالف، والذي عدته أنت خطأ غير مقبول أو خطأ جملة وتفصيلة. الفكرة أستاذ سيادة اللواء، أود أن يعني أن تتحدث عن أن هناك يعني مساعدات غير محدودة من السعودية والإمارات، ولكني أريد أن أسألك يعني الريال وصل إلى 600 دولار، وصل إلى 600 ريال يمني، لم نجد أي حراك من قبل التحالف حقيقي. يعني أبسط شيء أن تسمح الإمارات باستخدام الموانئ التي حررتها، يعني لا يعقل أن تحرر منطقة وتسيطر عليها ولا تسمح للحكومة بممارسة مهامها. يعني لا يوجد تصدير للنفط ولا للغاز، لا يوجد دعم حقيقي للريال اليمني، لم تتكفل إحدى دول التحالف برواتب الموظفين، لم تتح الفرصة للحكومة بالعودة لممارسة مهامها بصورة طبيعية حتى الآن. أين هي هذه المساعدة التي تتحدث عنها إذن؟ لا كلامك مردود عليه مدام، وأنا أقول هذا كلام غير صحيح. يعني مو معقول، أنا وأنت طلعنا في هالبرنامج ذا أكثر من مرة. صحيح. المساعدات التي قدمتها المملكة وهي لا تمل المملكة والإمارات ودول التحالف العربي بأي كان على الشعب اليمني الشقيق في دعمهم في المحنة التي هم فيها. يعني بسيط كذا، 2 مليار اللي أو 3 مليار بالأصح لدعم الريال اليمني، أين ذهبت؟ هذا سؤال يسأل البنك المركزي، يسأل عن وزير الاقتصاد، يسأل عن السيد بن دغر، هذا واحد. إذا جيت تبين تتكلمين على المناطق اللي مثلا الموانئ وما الموانئ، ماذا رأينا عندما، معليش هذا أمر عسكري وأنا رجل عسكري وأفهم وش أتكلم عنه، عندما حاولت الإمارات بإعطاء الفرصة لأبناء اليمن والسيطرة على الموانئ وبدء العمل الاقتصادي، وجدنا أن هنالك تمدد وتوغل لميليشيات القاعدة أو القاعدة بمعنى أصح وداعش، وكان هنالك، وتذكرين يا مدام آسيا أنه كان هنالك تفجير في عدن إلى أن اغتيل قبل فترة أو محاولة اغتيال أحد من ما الاغتيالات موجودة حتى الآن؟ يعني ما الذي تغير؟ يعني سيطرة الإمارات ولم تسمح للحكومة بالسيطرة، لم 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 يعني تعطى الخدمات للمواطنين بالشكل المنطقي الذي يفترض بدولة كبيرة كالإمارات ودولة غنية كالإمارات أن تكون، أن يكون وجودها في دولة صغيرة كعدن. يعني لا كهرباء تحسنت، لا حالة الناس تحسنت، لا الأمن تحسن، يعني حتى على مستوى الأمن، والإمارات تكلبش كلبشة كاملة على عدن، وبالعكس هناك سجون سرية تكلمت عنها الكثير من المنظمات الدولية. يعني لم نعد لا نحن كقناة ولا أحد يتحدث من الداخل، هناك تقارير دولية سيدي الكريم يعني تتحدث عن انتهاكات جسيمة تحدث في السجون. أمهات، يعني دعني لا أصدق كل هؤلاء، أصدق الأمهات الباكيات أمام سجون الإمارات باحثات عن أولادهن. يعني لا على مستوى حقوق الإنسان ولا على مستوى الخدمات ولا على مستوى الأمن، ما الذي تفعله الإمارات إذن؟ الإمارات تطبق المفهوم الأمني الواجب أن تقوم به أثناء وجود عمليات عسكرية ووجود جماعات. والله إذا كان هذا المفهوم الأمني ما يحدث في عدن، من الله يرضى لي عليك، أنت تحكين والسؤال أطول من الجواب، أعطيني فرصة الله يطول لي. تفضل تفضل. معليش مدام، أنت الآن الوضع العسكري صعب جدا في اليمن، التدخلات الخارجية، قطر ترى يكون في علمك، أنا لو أنا موجود في الاستديو أظهرت لك وثائق بيدي وماخذها من أناس الدعم القطري لشيطنة التحالف العربي في اليمن، وأنا لو أنا موجود عندك في الاستديو وأوعدك بزيارة خاصة لك في الاستديو وأقدمها لك وللمشاهدين الكرام، ماذا تحاول أن تقوم به قطر في هذه المناطق؟ سيدتي الفاضلة، الإمارات والمملكة العربية السعودية والتحالف بأكمله والجيش الوطني يقوم بجهود جبارة. أما فيما يخص التي تحدثين عنها السجون وما السجون، أنا أعتقد أنه كان فيه هنالك يعني تأخرت السجون، أنا كان ودي بالسجون من أبكر، وودي بمعاقبة كل من يعمل جاسوس وكل من يحاول أن يقوم بعمليات
إرهابية، وكل من يحاول تخريب ما تقوم به الحكومة الوطنية والتحالف العربي ليس فقط للسجن، لا، إنما يقدم للمحاكمة ويتم محاكمته محاكمة عادلة حسب القانون والدستور في اليمن. هذه حرب، حرب غير تقليدية. المهرة، ماذا قدمت المملكة العربية السعودية في المهرة؟ 8 مشاريع ضخمة، ماذا تقصد بها؟ منطقة قليلة السكان، واسعة المساحة، أليس هذه بخطة استراتيجية تكتيكية لإعطاء فرص لإعادة العملية الاقتصادية في اليمن؟ هذا واحد. لماذا يحتاج إذن المواطنون سيدي إذا كان كل هذا يحدث في البلد؟ على الموانئ، وتتكلمين على أنه الإمارات سيطرت. الإمارات أتت بطلب من الحكومة، وسيطرت الإمارات بطريقة ناجحة، وأنا أؤيد ما تقوم به دولة الإمارات. لا زال زي ما تفضلتي حضرتك بأن هنالك في بعض، خلينا نقول، العمليات الغير، العمليات الاغتيالات، العمليات الإرهابية، لابد. هذه دول العالم الآن مستقرة 100%. كان بدي أستاذ سيادة اللواء أن يكون لدي نعم، للأسف الشديد أنا كنت أتمنى أنك تعطيني فرصة عشان نحكي. أعطيتك فرصة وأتمنى أن أستضيفك في حلقة خاصة قريبا إن شاء الله توضح كل هذه الأمور. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محمد القبيبان، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. كان بدي أن أعطيك أيضا قليلا من الوقت أستاذ خالد، ولكن هل ما زال لدينا دقيقة على الأقل؟ سؤال أخير، يعني ردك أستاذ خالد ولو سريعا. يعني في الحقيقة التحالف نكث بكل وعوده. أستطيع أن أرد على ضيفكم، على المداخل من الرياض، على أن التحالف العربي وبشهادات من القيادة الشرعية الرسمية منهم نائب رئيس الوزراء جباري أن التحالف لا يريد الحسم وأن لديهم أجندة مرية في اليمن، وكذلك وزير النقل حينما يقول أنا وزير النقل ولا يسمح لي بزيارة المواني. بالنسبة لملف القاعدة، القاعدة بتقارير أمريكية أن الذي وقع اتفاق مع القاعدة هي الإمارات، ويتم دمجهم وإجنادهم بميليشيات تمارس الاغتيالات. سنحاول أن نجمعكم مرة أخرى أستاذ خالد، للأسف الشديد لم يعد لدي المزيد من الوقت. شكرا جزيلا لك خالد عقلان الباحث السياسي. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.